Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. وبركاته، معكم طه بنار، تقني متخصص في إنتاج وتثمين النباتات الطبية والعطرية ومستشار فلاحي معترف من طرف الدولة. مرحبا بكم في فيديو جديد. هالفيديو غادي يكون المحتوى ديالو لقائنا مع إذاعة ريمال تي في اللي كانت تقدموا لهم بجزيل الشكر من هذا المنبر على اللقاء اللي داز في أجواء اللي حماسية وأجواء اللي جد طريفة. كنتمنى أن اللقاء يكون فادكم وعطاكم بعض المعلومات القيمة وبعض التوضيحات للأغلبية ديال الناس عندهم ما عندهمش معلومات عليها. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على بعض المقاطع ونذكروا الناس ببعض المعلومات، واللي من جهة أخرى كنتمنى أن الناس كاملين، أن جميع المشاهدين يدخلوا ويشوفوا اللقاء ويستفدوا من المعلومات القيمة اللي تكلت. غادي نشدوا بعض المقاطع اللي غادي نتكلموا عليهم وغادي نعطوا عليهم بعض التوضيحات. وكنتمنى ان كما قلت المشاهدين يدخلوا يشوفوا اللقاء ديالنا مع اذاعه ريمال تي في باش يستافدوا من المعلومات الكامله. المقطع الاول اللي غادي نتكلم عليه هو الفرق بين الزيوت الاساسيه والزيوت الطبيعيه، لاغلبيه الناس ما عارفينش الفرق بين هاد الاثنين. غنخليكم الان مع المقطع. النباتات، كاين بعض النباتات اللي كنستخرجوا منهم الزيت الاساسي، وكاين بعض النباتات كنستخرجوا منهم الزيت الدهني. الزيت الاساسي نعطيكم ابسط الامثله بحال زيت الكاليبتوس، زيت القرنفل، زيت القرفه. منين نمشيو للسوق او اي محل كما كان نوعه، ما خصنا ضروري نسولو ونعرفوا شنو كناخذوا، ماشي غير نقولوا زيت القرنفل، حيت كاين اللي عنده زيت القرنفل اللي هو زيت الاساسي، وكاين اللي كيشد هذا الزيت اللي هو زيت القرنفل كيدير فيه مثلا 10 ديال القطرات في 100 مليلتر وكيبيعوا على هذا الاساس. ومني كنجيو كنشوفوا كنلقاو الفرق ما بين هذا الزيت وهذا الزيت، هذا زيت مخفف وهذا زيت اللي هو مركز. هنا فين كيتمثل الفرق ديال الزيوت. والنصيحه اللي نعطيكم هو انهم تبقاو ديما تسولوا وديما تستفسروا على الزيت. اغلبيه الناس ملي كيجيو عندنا كيقولوا لينا بغينا الزيت اللي هو الكميه ديالو 100 مليلتر او 250 مليلتر، كيقول لك اودي راه كنشريوها بهذا الثمن كذا كذا كذا، واللي هو لا كان ياو مثلا انا نشرحوا الناس وما صراحه ما كيكونش واحد التفاهم. علاش؟ حيت ما كايناش واحد الدرايه في هذا الميدان هذا، وما كيعرفوش شنو كاين وشنو ما كاين. هذا هو الفرق دابا ما بين الزيت المرقده والزيت الاساسيه. ندوزو دابا الزيت الدهنيه. الزيت الدهنيه بحال زيت الحشيش، بحال زيت الزيتون، بحال زيت الارغان. كيف ما شفتوا في المقطع الاول ديال الحوار، كنتكلم ديك الساعات على الفرق ما بين الزيوت الدهنيه والزيوت الاساسيه والمرقدات. اللي غادي الفكره العامه اللي خصنا ناخذوا هي ان كيفيه استخراج الزيوت اللي هي اللي كتحدد الاسم ديال الزيت. ناخذ ابسط مثال بزيت الزيتون اللي كنعرفوا الطريقه ديال استخراج الزيت اللي هي طريقه عصريه وكاينه التقليديه. الزيوت الاساسيه كتستخرج بطريقه البخار اللي كنستعملوا في واحد القنينه ديال الحديد او قنينه الحديد اللي كنحطوا فيها الاعشاب او النباتات الطبيه وكنعرضوها لتقنيه البخار المباشر. المرقدات اللي كنستعملوها لاي زيت
لأي نبات يصعب استخراج منه الزيوت الأساسية أو الدهنية. الأبسط مثال اللي عطيته هو زيت الحلبة. زيت الحلبة اللي صعيب أننا نستخرج منه الزيت الأساسي، واللي كيتستخرج بطريقة كيماوية. كنقول كيماوية حيت كنستعملو بعض المواد الكيماوية، ولأن من بعد كيتم استخلاص تلك المواد وخلو الزيت من المواد الكيماوية 100%. شنو هما معايير الجودة اللي كتعتمدوا عليها؟ معايير الجودة بالنسبة للزيوت عامة، المختبر هو اللي كيحدد الجودة الجودة واللي ماشي الجودة. كاين هناك اختبارات اللي هي كنستخدموا فيها حاسة الشم. شفتوا في هذا المقطع اننا كندوه على معيار الجودة. بالنسبة لمعيار الجودة ديال الزيوت الطبيعية او الزيوت الاساسية او النباتات الطبيعية عامة، صراحة لا يمكن ان يحدد جودة من غير المختبر. المختبر هو اللي كيعطينا بالتدقيق هل هو زيت مختلط او العكس، هل هو زيت ذو جودة من ناحية الحموضة ديالو او من ناحية مجموعة من الاشياء اخرى، هل هي ذو جودة او لا. اللي نقدر نقول بالنسبة للناس، حيث أغلبية الناس انهم كيشرو كميات قليلة من الزيوت، يعني ما يمكنش انه يدي المختبر من غير الا شرى كمية كبيرة. ديك الساعات ممكن ياخذ واحد المعلومات اللي هي بسيطة على ديك الشركة او داك البائع اللي باع ليه الزيوت. اللي نقدر نقول للناس هو انه يمشي يشري الزيوت ديالهم عند شركات اللي هي ذات مصداقية، او بالنسبة للباعة اللي هما صغار، حيت الباعة اللي هما صغار ممكن اننا نشتري الزيوت الاساسية او الدهنية من عندهم، ولكن اننا ناخذهم عند الناس اللي عندهم دراية في الميدان او انه يعمل في هذا الميدان بحب وبشغف، وكيقلب على انه يعطي الزبائن ديالو احسن ما يوجد في الميدان. حيث اغلبية الناس كنلقاهم انهم باعوا، يعني كيشريو وكيعاودوا يبيعوا، وهذا الشيء اللي هو عادي وعادي جدا. غير هو نمشيو عند الناس المتخصصين اللي ديجا عندهم معلومات اللي هي قيمة على الميدان. في لا فيديو اللي جاي غادي ندوي على التكوينات مع في اللقاء، غادي ناخذ ايضا مقطع من المقاطع اللي غادي ندوي فيه كما قلت على التكوينات اللي كنديروا بالنسبة للناس، لا من ناحية الانتاج ديال النباتات الطبية والعطرية، لا من ناحية التثمين ديال النباتات الطبية والعطرية. والتثمين اللي كنقصده فيه استخراج الزيوت، التجفيف ديال النباتات الطبية، البيع، كيفية بيع النباتات الزيوت أو النباتات الطبية والعطرية، كيفية عمل العبوات والملصقات بالنسبة للنبات. نخليكم مع المقطع وندوزو لشيء آخر. طه بن هروك، نعرفك بأنك كدير دورات تكوينية. شنو كتقدم في هاد الدورات التكوينية؟ واش كتقوموا بهم غير في المجال الحضري ولا كتنتقلوا حتى للمجال القروي؟ الدورات التكوينيه، بالنسبه للدورات التكوينيه، انا كما خديت لاغريمون عند وزاره الفلاحه. بالنسبه للاستشاره الفلاحيه كنديروها في المجال القروي والحضري بجوجهم، ولاني بعض المرات كنلقاو الدوله كتبغي دير اغلبيه الدورات ديالها في المجال القروي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يتمنوا المنتوج ديالهم. التثمين ديال المنتوج هو صراحه هو المشكل العويص اللي كاين عندنا في المغرب. تبارك الله، عندنا منتوجات اللي هما كثار بزاف. عندنا الزعفران، عندنا الزعتر، الزعيطره، الازير، عندنا منتوجات اللي هي كثيره كتجلى في 4000 نوع ديال النباتات الطبيعيه اللي عندنا في المغرب. كما قلت، بالنسبه للدورات التكوينيه كنديروها في المجال الحضاري والقروي بجوجهم. كنبازيو على المجال القروي بزاف. بالنسبه وكنلقاو مشكل بزاف في التثمين ديال المنتوج، والتثمين كيتجلى كما قلت لك في التسويق وفي لومبالاج. هذا هو المشكل فين كنلقاو بزاف بالنسبه للمنتوجات المجاليه ديالنا في المغرب. كيف ما شفتوا في المقطع كندوي على التكوينات، واللي اسست بزاف على
التثمين ديال المنتوج اللي تثمين المنتوج اللي صراحه كيف ما قلت حنا فيه مشكل اللي هو كبير، حيت اغلبيه الناس كنلقاوهم كيوجدوا منتوجات ذات جوده ولكن ما كيعرفوش كيفاش يتم البيع، حيت البيع حتى هو داخل في التثمين ديال المنتوجات واللي كندوي فيه بالاساس على العبوات فاش كيدار المنتوج، الملصقات بالنسبه للمنتوج اللي كنحط فيه الناس او التعاونيات او الجمعيات او شركات انهم يخدموا بزاف من هذه الناحيه انهم يبينوا المنتوج ديالهم واللي يديروه في عبوات اللي هي مناسبه، وخا يكون الثمن غالي عرف بان المنتوج ديالك راه حتى هو غالي. المقطع الاخر اللي غادي نشوفه دابا وهو كنتكلم على زيت الورد اللي حيدير ضجه في السوق وكيقلبوا عليه اغلبيه الناس. نشوفوا لا فيديو على زيت الورد ونعاودوا نرجعوا. واحد النقطه اللي بغيت نقول لك هو على زيت الورد. زيت الورد اللي كنلقاو بزاف الناس كيقلبوا على زيت الورد. حنا الناس اللي خصهم يعرفوا هذه النقطه بغيت نقولها، الناس اللي خصهم يعرفوا راه زيت الورد واصل الثمن ديالو اكثر من 10 المليون لليتر، لليتر واحد. يعني ملي كتجي وكتطلب مني زيت الورد كدي اغلبيه كدي بحال هاد القرعه هادي. هي زيت الورد كتكون ممكن تكون هاد لي فلاكون، ممكن تكون فلاكون اللي هو كبير، غير هو هاد الفلاكون راه غادي يكون الثمن ديالو طالع، وهاد الفلاكون حتى هو غادي يكون الثمن ديالو طالع بموازات مع ديك 10 المليون لليتر. كيف ما شفتوا في هذا المقطع كندويو على زيت الورد اللي كيف ما سمعتوا الثمن ديالو كيوصل اكثر من 10 مليون لتر. يعني تخيل معايا 10 مليون لتر ملي كنمشيو كنشريو قريعه اللي هي ب 20 درهم او 10 دراهم، راه كنلاحظوا فرق شاسع ليها. كنقولوا باش نعرفوا المصدر ديال الزيت ومناش مصنوع والمصدر ديالو كيف ما قلت. كنتمنى ان الناس كاملين انه يستفدوا من هذا اللقاء، انهم يدخلوا يشوفوا وياخذوا المعلومات الكامله. المقطع الاخير اللي صراحه غادي نقدم نصيحه للشباب واللي صراحه كنتمنى انهم يتانسبيروا انهم يشوفوا المنتوجات اللي عندنا، وانهم ما يقولوش بان لان كل شيء صعيب. صراحه كيف ما قلت في المقطع كاين شي حوايج صعاب وشي حوايج ساهلين. خليكم مع الرساله للشباب وندوزو المقطع اخر. نصيحتك ليهم باش يبداو كيفاش يديروا الكاميرا؟ نصيحتي لكم صراحه هو ان باش تاسس واحد لامارك ولا تعاونيه ولا شركه، وصراحه ماشي شي حاجه اللي هي سهله، ما غنكروش هي شي حاجه اللي هي صعيبه شويه، ولكن صعيبه ما كتعنيش انكم خصكم تفشلوا، لا خصكم تزيدوا لقدام وتزيدوا، خصوصا الا كنتوا اصحاب المنطقه، يعني تاليوين مناطق اللي فيها العشوب مثلا الشمال جبال الاطلس، من ما تحاولوش تفرطوا في المنطقه ديالكم، بالعكس خاصكم مثلا تزيدوا لقدام وتشدوا المنتوج ديالكم وتعطوا واحد لافالو، خصوصا للشخص اللي هو ما شاء الله قاري، يعني عنده واحد المستوى دراسي وكيفهم شويه وديجا كان في المدينه، يحاول يقلب على 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 الزبائن ديالو في المدن، يحاول يقلب على الزبائن ديالو خارج البلد، علاش لا. ونذكركم عاوتاني بانه صراحه راه ماشي كلشي ساهل، راه كاين حوايج صعاب، ولكن هذوك كيتعتبروا فقط جدار من جدار من بزاف. ديك الساعه خصك تنقز وتعاود تنقز حتى توصل ان شاء الله. وكما كتشوف هاد المنتوجات كاملين راه براسي حتى انا راه ماشي ما وصلتش ليهم بالسهل، راه تعذبت وتكرفست ولاني كنقلب حتى وصلت. كيف ما شفتوا هذا هو المقطع الاخير مع اللقاء ديالنا مع اذاعه ريمال تي في. كنبغي نتقدم لهم جزيل الشكر، كنبغي نتقدم جزيل الشكر لمدرسه تطوان بن قريش والناس ديال الاستشاره الفلاحيه اللي صراحه كيسهروا على المنتوجات المجاليه باش يزيدوا القدام. كنتمنى رسالتي للشباب انها تكون وصلت لهم وانهم يقوموا وينوضوا بالمنتوجات المجاليه ديالهم باش تزيد القدام. من ناحيه اخرى
الرابط ديال القناة ديال الرمال او اللقاء ديالنا مع رمال غادي نخليه لكم في التحت باش اللي بغى يدخليه. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وان اللقاء توا ينال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا معنا فيما فيه الكفاية. كنتمنى اننا نديرو فيديوهات جداد على منتوجات جداد ان شاء الله، على نباتات جداد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وتاريخ جديد ونباتات جديدة.